طمنيني كيف صار بابا هلا؟ أحسن، عم يرتاح. أم برقان راحت؟ يا ترى شو بيكونوا عم يقولوا هلا؟ تخجلنا قدامهم. تعرفي أمي؟ ماني حاسة بفرحة العرس أبدا. يعني والله صاير هذا البيت كله مشاكل ومصايب وتعب. أمي أنا ما هاد بدي أتزوج صدقيني. طيب ليش هيك عم يصير معنا؟ ما حدا طايق حدا بهذا البيت. خلص أنا قررت إنه ما رح أتزوج بالمرة. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ باقي كم يوم بس لعرسك. إيه؟ يعني إذا سمعك أبوكي عم تحكي هذا الكلام هلأ رح يزعل منك كتير. إيه؟ لا بقى تحكي هيك، الله يرضى عليك يا بنتي. ماشي يا بنتي الحلوة؟ لا لا أمي ما خلص بنتي. بنتي كرمالي ما بدي أسمع منك هذا الحكي مرة تانية. ماشي؟